أهلا وسهلا، أنا يوسف أنستاس من بيت لحم من فلسطين، ولكن أنا بحكي إني من بيت لحم. عادة ما بحكي إني من بيت لحم، ولكن اليوم بحكي إني من بيت لحم عشان إني أنا مش ببيت لحم، ولكن في نيويورك. في نيويورك في أمريكا، نعم صحيح. وهذا برنامج لينتل سبيس، فضاء عدسي، حلقة رقم 9. وهلا هيك مفكر حالي وكأني على راديو الحارة، ولكن أنا مش على راديو الحارة، على برنامج فضاء عدسي. اليوم بدنا نطبخ مع بعض، ولكن بدناش نطبخ طبخة واحدة، ولكن 6 طبخات، 6 طبخات بدل طبخة واحدة. هذا برنامج اليوم، فبدنا نعمل 6 هيك زي مزة، مزة بدل ما نطبخ طبخة بدنا نعمل مزة، 6 صحون صغار هيك. في منهم أنا جهزتهم من قبل ولكن ما خلصوا لأنه بأخذ وقت طويل طويل. بدنا نعمل صحن اسمه في المشمش، وهو فيه بندورة، فيه ستراتشاتيلا، وفيه فيه مشمش، وفيه شطة. وفي واحد تاني اسمه الهليون، فيه هليون، وفيه زيت زيتون، وفيه بندق. في واحد ثالث اسمه جيروسالام جيراسولي، وهذا بدنا نبدا فيه بعدين نحكي ليش اسمه هيك، ولكن بدنا نبدا فيه. وبعدين في عنا شاورما، في عنا شاورما، صح، شاورما صغيرة هيك حلوة، ومش حلوة بالنكهة ولكن بالطبيعة هذا. في عنا صحن اسمه غيم، اللي هو بيضة ولكن على شكل غيمة. وفي آخر صحن اللي اسمه جنابي، اللي هو بيجي على جنب، وهو يعني سلطة بتيجي على جنب. هدول الصحون هيك زي مع بعض بيعملوا مزة، مش مزة تقليدية متروح مثلا عند بيت لحم، تروح على أبو إيلي، أبو الزوز، ولا هدول المطاعم الكلاسيكية، ولكن مزة غير هيك. ممكن تجهزوها لأصحابكم بيجوا عندكم بتعشوا بمزة جميلة وحلوة. وخلينا نبدأ مع بدنا نبدأ مع إيش؟ بدنا نبدأ مع الجيروسالام ماجيراسول. يعني حكيناها بالتلياني، بدي أروح أجيبه يعني شا. فهاي ما بعرفش إذا الكل بيعرفها، بسموها أرض الشوكة مقدسي. أرض الشوكة مقدسي تيجي على الشكل هذا هيك، ماشي. هاي الأرض الشوكة المقدسي ما إلهاش ولا أي علاقة بالقدس، مع إنه اسمها مقدسي، ولكن ولا إلها علاقة بالأرض الشوكة كمان، ولكن طعمها زي الأرض الشوكة، ما بين الأرض الشوكة وغير شيء، يعني مش بالضبط زي الأرض الشوكة ولكن شوي زي الأرض الشوكة. هاي بسموها أرض الشوكة مقدسي ليش؟ لأنه لما أجوا التليان أجوا على أمريكا، هاي هون أكتر إشي تنزرع وتطلع هون بأمريكا. فهاي لما اجوا التليان هون كانوا يسموها جيروسالم جيراسو، كانوا يسموها جيراسولي. جيراسولي يعني سان فلاور او عين شمس او هيك، يعني هي من عيله من هاي السان فلاور، ماشي. كانوا يسموها جيراسولي. وشوي شوي مع اللهجه وهيك تحولت الكلمه من جيراسولي الى جيروسالم، صارت جيروسالم جيراسولي، وترجمت إلى أرض الشوكة مقدسي في هاي الطريقة. فإلها هي ما لها علاقة ولا بالأرض الشوكة ولا بالقدس، ولكن هي أرض الشوكة مقدسية. بدي بس أجيب شو بسموها أنا. سوري عشان أنا مش بمطبخي، ما بعرفش وين الأشياء بالضبط 100%. بدنا نفتش على هذا اللي بيأشروا فيه. طيب لقيناها، بدنا نقشر هذول اللي زي اللي بتقشروها زي الجزر واللي الخيار، مرات بتقشر هيك بهي الطريقة، نقشرها هيك. ممكن تستعملوا القشر
غير شيء احنا مش راح نستعمله، لانه اصلا مش عندنا وقت نستعمل اي شيء ثاني غير اللي حكينا عنه، فمش راح نستعمله. ولكن ممكن تستعملوه تسوي فيه بطاطا مقلية، او مش بطاطا مقلية ولكن على شكل البطاطا المقلية بنفس الطريقة، ولكن احنا بدنا نستعمله اللي هو العيش. فبدنا نقشر هذول، راح نقشر تنتين ثلاث مش كله، لانه في شوية. بعدين راح نزيدهم المي اللي تغلى، المي اوريدي عم تغلى من وراي. إذا لاحظت وراي في فرن، ولكن الفرن حجمه كبير كبير. ليش؟ لأن إحنا بأمريكا وأحجام الأفران هي بيعملوها على حجم الحبشة. هون بطبخوا كثير حبش، أو بطبخوش كثير حبش، ولكن بطبخوا مرة بالسنة بعيدهم المخصص حبشي. فالحبشي ما بتخشش بأي فرن، فعملوا كل أفرانهم أكبر عشان الحبشي تدخل بالفرن. فالفرن كبير 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 بالنسبة للمطبخ، اللي هو مبين كبير ولكن هو مش كبير، ولكن ممكن عشان الفرن كبير بين المطبخ كبير. كمان هون بيقيسوش بنفس الطريقة، فكمان هاي غلبة، مش كل شيء نفس المعايير. يعني ما اكتشفناش هذا الاشي، كنا عارفين من قبل، ولكن لما الواحد يمارس بيكون غير. طبعا هاي بدنا نغليها، رح تاخذنا هيك ممكن ربع ساعة ثلث ساعة. وبعد ما نغليها بدنا بطريقة ما نشويها على المقلب مع زبدة، وزبدة مخلوطة مع مرمية، بس هذا هو. بس رح نعمل منها بس مع زبدة ومرمية، بكون الوضع كافي وزيادة. اوكي، خلينا نقصها. القصة انه تقريبا نربعهم شوي، مربعات. هيك اوكي. طبعا بدنا نعمل كمان شاورما، ولكن الشاورما انا بديتها من اليوم الصبح. انتوا عندكم الليل هلا، ولكن انا عندي الصبح، ولكن عشان هذا البرنامج مسجل ما فيش ولا ليل ولا صبح. ممكن انتوا عندكم الصبح، الليل، بعد الظهر، ما بنعرف حسب مين وين. ولكن هلا بالوقت الحالي انا عندي ظهر الساعة تقريبا واحدة، واحدة ونص، شيء زي هيك. وإحنا في منطقة في نيويورك يسموها هارلم، شمال مانهاتن. الشاورما احنا نقعناها اول اشي مع بهارات ومع زيت زيتون، ليمون، مع بهارات كثيرة. نقعناها لمدة المفروض اكتر اشي الواحد ينقعها ممكن يعني 24 ساعة مثلا او اشي زي هيك،
ولكن احنا عشان ما لحقنا والسوبر ماركت كان مسكر وهيك شغلات، نقعناها لمدة أقصر. ماشي، هلا بدنا نحط أرض الشوك المقذفي جوا المي ويتهم. اوكي، هلا بدنا عبين ما تغلى الارض الشوكه، بدنا تقريبا، او هي بدنا نسميها مش ارض الشوكه، ولكن بعرفش ايش بدنا نسميها، لانه سموها ارض الشوكه مقدسه وهي مش ارض الشوكه ولا مقدسيه. هلا بعرفش ايش نسميها، خلينا نسميها الجيراسولي. الجيراسولي تغلى، وهلا بدنا نحط الهليوم. اللي هو معروف باسم الأسبرغس. هذا بدنا نشطفه شوي. اوكي، من المفروض انه يقصوا الجزء هذا منه هيك، بس انا بحب، خلينا نخليه كله مره واحده. هاي بنعمله هون. اوكي، وهذا الموضوع بده كمان ربع ساعه 20 دقيقه، فخلينا نستنى هذا الاشي. عبين ما نستنى هذا الاشي بنسوي الصحن الثالث اللي هو الاستراتشاتيلا مع المشمش. الصحن اللي اسمه في المشمش. في المشمش بدنا، طبعا في المشمش تعرفوا ليش في المشمش، ولكن دي هي جاي. اوكي، هاي جبنة الاستراتشاتيلا اللي هي بتيجي بالشكل هذا هيك، هي اللي بتكون جوا البوراتا. اذا بتعرفوا البوراتا، موتزاريلا البوراتا، لما بتقسموها من النص بيطلع منها زي هيك جبنة مرقة، وهي البوراتا، هي الاستراتشاتيلا. نعم، وهاي البندورة. هلا احنا شو بدنا نسوي؟ اول اشي بدنا نقص البندورة، نقص البندورة من النص. هنعمل هيك، نقصها هيك، هيك أحسن، ونقصهم هيك انصاص. بعد ما نقصهم انصاص بدنا نشويهم على المقلة مع شوية زيت زيتون. بدنا نجيب المقلة، شوية زيت. اوكي، وعندنا هون سيرب مشمش، سيرب المشمش
وعندنا هون نوع شطة، وراح نخلط الشطة والمشمش مع شوية ريحان، وبعد ما نشوي البندورة على المقلة راح نجهز صحن فيه ستراتشاتيلا مع مشمش شطة وريحان، ونحط البندورة المحمر عليها. هلا البندورة احنا بدنا نحمرها فقط على الوجه، فبدنا النار تكون حامية، بدنا النار تكون حامية على أساس نحمرها، بدناش البندورة تستوي، ولكن بدنا نحمر الوجه تبع هذا، بدنا إياه يصير هيك محمر أسود، تقريبا أسود. هلا ممكن كل هدول الصحون ما لهمش خص بفلسطين او بالثقافه الفلسطينيه او هيك، ولكن مجموع الصحون كمزه طبعا من عنا ولا من وين. بنحط البندوره في المقلة، الوجه نحط وجه البندورة على المقلة، اوكي نخليها شوي عبين ما تجهز. بدنا نعمل خلطة مع، بدنا نحط بهذا الصحن، بدنا نحط شوي براتشاتيلا ناخذها من هون، يجي هيك شوي مرقة، حط شوي هيك، ما بعرف إذا هذا شوي ولا كتير، ولكن كل إشي. وبدنا نحط شوية مشمش، هذا بيجي سيرب مشمش، شوي قليل صغير لأنه طعمه بيكون كتير كتير قوي. أوكي، شوية شطة، اوكي، وبعدين بدنا نخلط هذا الاشي. شوي هذا الصحن ذكرني بالمبدأ، مع انه ملوش ولا اي خص، ولكن هيك بعرفش ليش بذكرني بالمانتي. المانتي اللي هو صحن أرمني بيجي هيك زي معجنات، ولكن صغيرة 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 صغيرة، محشية لحمة ومشوية في الفرن، حامي حامي حامي، فرن حتى فرن شو اسمه المخبز مع زيت، وبعدين بديروا عليه وهو سخن سخن، بديروا عليه لبن. فإحنا ممكن نعتبر إنه البندورة هي المانتي والستراتشاتيلا هي اللبن. خلينا ندوق. شوية شطة ممكن. خلينا نشوف شو صار بهدول البندورة. بدها كمان شوي، اوكي، بعدين ما تنتهي البندورة بدنا ناخذ كم من ورقة ريحان، بدنا نقصهم بطريقة ناعمة ناعمة ناعمة. أنا الصراحة أكثر واحد شفته بقص سلطات ناعمة هو شخص في رام الله في مطعم اسمه مطعم الزيتون أو الزيتونة، مش عارف، اللي هو برام الله تحته، ومطعم كثير كثير زاكي. إحنا بنحكي زاكي، ولكن في غيرنا من العالم العربي بيحكوا طيب،
كل واحد بيحكي زي ما بده، احنا بنحكي زاكي بس ما بعرف مين كمان بيحكي زاكي هيك غيرنا. لا المصريين ما بيحكوا زاكي. اوكي ممكن هي بيحكوا لي انه المصريين بيحكوا زاكي، انا بتصور المصريين ما بيحكوا زاكي، ولكن كنا نحكي عن مطعم الزيتون في رام الله. أنعم سلطات في فلسطين بتصور، أو أنا دايقها في فلسطين. هلا أنت بتروح عنده وبقعد الزلمة تقريبا مش عارف نص ساعة ثلاث أرباع الساعة تمنى يجهز لك سلطة، لأنه بياخذ وقته وشوي شوي، وهذا بس تطلع السلطة ناعمة جدا جدا جدا. حطينا شوية ريحان في هذه الخلطة. برضو لما هيك نقص الريحان بطلع النكهة، بطلع نكهة الريحان، وبدنا نخلط نكمل نخلط. أنا أول مرة بعمل برنامج طبيخ، فالوضع مش بطال صراحة. ممكن أطلب من تلفزيون فلسطين يعطوني البرنامج. بندورة بندورة يا شباب جاهزة؟ لا بدها شوي شوي، دقيقة واحدة دقيقتين هيك شي. قبل ما تجهز البندورة بدنا نجهز صحن استرتشاتيلا، أو صحن في المشمش. نجهز صحن في المشمش. في المشمش حكينا إيش في المشمش؟ إنه في المشمش بيحكوا إنه المشمش فاكهة المشمش ما بتطلعش كثير بالسنة، يعني ما يعني موسمها كثير كثير ضيق، يعني ممكن أسبوع أو 10 أيام وخلاص خلص الموسم، بطل فيه في المشمش، بطل فيه مشمش. فصاروا يحكوا في المشمش إنه ولا مرة راح تصير، يعني مثلا إمتى راح نلتقي في المشمش، يعني ولا مرة. بدنا ناخذ صحن صغير، صحن حجم صغير، دائما احنا شيء بصحون صغيرة عشان للمزات، صحون صغيرة حلوة. طبعا بما انه مفردات جزء منهم في أثينا، بحب احكي لهم انه في محل مزات هيك حلوة ولذيذة، في محل اسمه اظن راندافو او شيء هيك، كثير لذيذ صراحة كثير لذيذ. وكمان صاحب المحل هو لحاله بيشتغل، بجهز كل إشي على الحارق وعلى الفراير، وكل إشي بيكون طازة. أوكي هلا هيك بدنا هيك نتكتكها شوي، نتكتك الصحن. أوكي هيك تمام. شوف شو صار بالبندورة. أوكي بندورة جاهزة. شايفين كيف هون البندورة؟ أرجيكم كيف تقريبا محروقة، عارفة شايفين أو هون شايفين أو هون محروقة تقريبا. الوجه بكون محروق، بعطيها هيك نكهة نكهة حلوة الصراحة. بس بدنا نخليها تبرد شوي قبل ما نصفتها على الصحن. اوكي وهذا بكون اول صحن لنا، ما بعرفش قديش صار لنا احنا عم نحكي، ولكن هذا بكون اول صحن لنا. اوكي اوكي بنخليها تبرد شوي. نقدر نبدأ نصفت، قصدي انتم شايفيني هيك، ولكن نصفت واحدة واحدة.
اوبس معلش. زيادة طلعت اوكي. هيك عنا أول صحن. تفضلوا تفضلوا معنا. مزة رقم واحد اسمها في المشمش، بنحطها على الطاولة، هي الطاولة هناك، شكرا جزيلا. بعدين بنحط كل الصحون مع بعض، بنشوفهم مع بعض كيف بيصير الموضوع. ولكن هيك خلصنا، هي أول صحن، مبروك مبروك للجميع. صحن واحد من رقم ستة. بعد هيك شو علينا؟ بنستنى لسه بالاسبرغس وبالمقدسي القدس، مقدسي أرض الشوكة مقدسي. طبعا هون عندنا الشاورما، عشان نفسر لكم شو سوينا بالشاورما. جبنا لحمة مقصة شرحات رفيعة، وتقريبا هيك خلينا نحكي 5 سنتي، أربعة، بين 4 ل 6 سنتي، شرحات رفيعة رفيعة. وشو بنعمل فيها؟ بننقعها، بننقعها مع هيل، مع فلفل أبيض، مع شو بسموهم هدول، ورق غار، مع سينامون شوي، قرفة يعني، مع هيك كتير شغلات، ليمون، عصير ليمون، مع زيت زيتون. نعم، كل هذا بنحطه في زي صينية إزاز، صينية إزاز، والصينية الإزاز بنحطها بالثلاجة، بنغطيها بسلوفان أو بإشي، بنسكرها وبنحطها بالثلاجة لمدة 24 ساعة عشان مش يكون تمام. بعد ما تطلع من الثلاجة بخليها ترتاح شوي، ساعة ساعتين، وبعدين بنحطها زي ما انتم شايفين هون في طنجرة، ونخليها على نار واطية واطية جدا جدا لمدة ساعتين على راحتها. فهي أنا حطيتها قبل ممكن ساعة ساعتين، مش عارف، ممكن لازم أطفيها هلا وناكلها بعد شوي. ماشي، بدي أطفيها. هاي طفينا الشاورما. ممكن نتفرج شو صار جوا الطنجرة. اوكي، الشاورما جاهزة، شوي زيادة مستوية بس جاهزة. خلينا نحكي الشاورما راح ناكلها مع خبز اسمه خبز البطبوط. خبز البطبوط جاي من المغرب. الحلو فيه انه خبز مش بطال. ليش؟ لانه سهل الواحد يعمله، ما باخدش وقت، وبلزمش فرن. لانه صراحة الواحد الاشي الصعب كمان بالواحد يعمل خبز نفسه، انه عادة افران البيت غير الافران الامريكانية زي هذا، شايفين قديش كبروا الان. هذا ممكن بيولع الدنيا، لان احنا هون بمجتمع امريكاني خلينا نحكي. ولكن عادة الافران المنزلية درجة الحرارة مش كافية عشان الواحد يعمل خبز محترم. فالبطبوط ما بنطبخش، البطبوط ما بنطبخش بالفرن، ولكن على المقلى، وهذا إشي كثير لذيذ بالنسبة للبطبوط. ولكن البطبوط إحنا جهزنا العجين، العجين جاهزة 100%، ولكن بدنا نقليها، خلينا نحكي، أو نستويها بعد شوي. ولكن الآن إحنا شو ضل عندنا؟ اللي هذا عم بطبخ وهذا عم بطبخ، الشاورما جاهزة، الفيلم مشمش جاهز،
ضل علينا في إشي بدنا نعمله اللي هو اسمه الغيم. الغيم هي بيضة، بيضة. أنا صراحة كنت بدي أعمل هاي الحلقة رقم 9 في فضاء، في فضاء عدسي، فقط عن البيض، فقط عن البيض، ولكن ممكن ما كانش كافي لمدة كل الحلقة، ما زبطت معي. كنت بدي أعمل بس بيض ولكن ما زبطت معي، ولكن هلا عشان هذا صارت الحلقة طويلة جدا، يعني يا قصيرة يا طويلة. في مثل في العربي بيحكي، نسيت الصراحة، بس بيحكي اكسره او اضرب مخه او شيء هيك، راح تعرفوه، بس انا مش متذكر. طبه اكسر مخه ولا شيء هيك. اوكي، هلا بدنا نعمل الغيمة. الغيمة هي بيضة، بيضة واحد فقط، ولكن طريقة البيضة هاي إنك بدك تأخذ بيضة، بيضة عادي، بيضة ممكن تكون بيضة هي زي هاي بيضة، أوكي، بدنا نطبخها بطريقة هيك لذيذة. بدنا نستعمل هاي الآلة، آلة اللي بعرف شو بسموها، معمولة من بامبو، بخار بتعمل، يعني هاي بتحطيها فوق وبتحطها، ما بعرفش ليش قلت بتحطيها انت فقط، ولكن ممكن عشان كنت بحكي مع ريم، ولكن بتحطها فوق الطنجرة اللي فيها مي بتغلى، ومن تحت اكيد تعرفوها. ماشي، هلا ايش بدنا نسوي؟ نكسر البيضة ونفرق الابيض من الصفار، نفرق الأبيض من الصفار. أكيد بدنا نعمل هاي الشغلة، بدنا نكسر البيضة هيك. في ناس شو بيسووا، بيخلوا الأبيض يروح من هون ومن هون ومن هون. أنا شو بسوي؟ بكسر البيضة وباخذ الصفرة بإيدي، نعم، لأنه إذا بتخليها جوا قشرة البيضة، قشرة البيضة مرات بتكون حادة الأطراف، مرات تكسر الصفار، بروح الصفار خسارة. فأنا بعمل هيك، وكمان أيضا هيك الأبيض بتصفى بطريقة أحسن. وبس هذا هو، بنحط الصفار هون عشقة، أوكي، وعندنا البياض عشقة تاني. بعدين شو بدنا نسوي؟ بناخذ هاي عشان بس نظبط الوضع، بناخذ نقدر نسويها على الايد، نخلط البياض على الايد، ولكن احنا هون في امريكا ما في عندنا تكنولوجيا هذا الاشي. انا اسف، ولكن ما في سوكت كهرباء. لا، في سوكت هون. اوكي، جاهزين. هلا شو بنسوي؟ من نخلط هاي البياض، مش زي احنا شايفين واحد بده يضله خالط لمدة كم من دقيقة، على ما البياض يجمد شوي. كيف بنعرف لما خلصنا هيك؟ لما بنحط هاي بعرف شو بسموها، هاي الآلة، حطها هيك بالبياض. إذا بتاخذ البياض معها يعني خلص جمدت البيضة اللي بياض. هلا بدنا بس كمان هيك 30 ثانية، خلينا نحكي
هيك بتصور وضع تمام، بكون زي التلج، زي التلج بتصير. اوكي يلا هذا هو. هلا شو بدنا نسوي؟ بدنا ناخذ ورقة سيلوفان، ورقة سيلوفان اوكي، ورقة زي هاي اوكي، بدنا نمد شوي مش كثير، ولكن عشان تكون قليل. هلا بحكي لكم ليش، عشان نعرف نعمل ربطة اوكي. بنحطها بالقعقورة هاي، بعرف إذا كل الناس بيحكوا قعقورة، ولكن إحنا بنحكي قعقورة على الصحن زي هذا، هيك صحن زي هذا الغويط نحكي له قعقورة، قعقورة جبنة، قعقورة فستق، قعقورة إيش بدك. أوكي هلا هيك تقريبا منيح الحجم، بدنا نقص هاي هيك. اوكي وايش بنعمل؟ بندخل هذا عم اشي السيلوفان جوا هيك. هلا بدنا ناخذ معلقه، ناخذ البياض اوكي، والبياض بدنا نحطه جوا هذا الكيس السيلوفان، نحطه جوا اوكي. وبدنا نعمل زي خلينا نحكي زي وان بيحكوا، او زي بيحكوا يعني هيك، نعمل زي خزق بوسط هذا البياض اوكي، نعمل هيك زي خزق صغير مش كتير غويط، لانه بعدين بصير عندنا مشكلة، يعني بدنا يضل بياض كمان من تحت، بدناش انه الاشي ينخزق. فاهمين علي؟ معرفش اذا فاهمين علي، ولكن خلينا نتصور انكم فاهمين علي. هيك اوكي، هلا عملنا هالخزق هذا، ناخذ الصفار ونرجع نحطه جوا البياض. هاي تعقيدات الشيف. اوكي هلا هيك بكون عندنا المنظر. اوكي هلا هاي بدنا نسكرها، عشان نسكرها بدنا ناخد السيلوفان على الكيس، نجيبه مع بعضه هيك هيك، نجيبه لهون هيك اوكي، بدنا نجرب شوي شوي نسكر على الصفار مع البياض شوي 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 شوي، لأنه بدناش الإشي ينخزق. إن شاء الله تضبط معنا، إذا ما زبطت مش مشكلة، جربوها أنتو ممكن تضبط معكم. أوكي هاي هيك أوكي، هينا عم نسكر شوي شوي على الصفار. اوكي هي تقريبا سكرنا هيك الصفار، بعدين بدنا نحط ملقط زي هذا الملقط، ملقط عادي نحطه حول البوز، نسكر هيك الطريقة هاي، نحط هذا الاشي غريب داخل هاي البامبو، نسكرها هيك من هون، بنحطها فوق مي بتغلي. هلا بما انه احنا عندنا اوريدي مي بتغلي، خلينا نحطها فوقها، لانه المي اوريدي عم تغلي، خلينا نحطها هون. وبدنا نعد تقريبا 6 دقائق، 6 دقائق بالله، عدي لنا 6 دقائق. شكرا، انا في عندي فريق ثاني عم شكرا يا فريق ثاني. اوكي 6 دقائق، 6 دقائق، 6 دقائق بالضبط.
لأنه إذا استنينا أكثر ممكن يفقع الصفار وتخرب كلها. هلا ممكن هذا الكلام يصير هيك وهيك، ما بعرف، لكن الواحد يجرب. هلا شو صار عنا ضايل؟ احنا شو رأيكم نعمل الخبز هلا؟ نقدر نعمل الخبز، أو قبل ما نعمل الخبز، أو لا خلينا نعمل الخبز، وبنفس وقت ما احنا بنعمل الخبز بدنا نجهز كم إشي زي مخلل، طحينية، سماق، وبصل للشاورما. الخبز، هاي العجينة، كيف عملناها؟ العجينة معظمها سميد، تقريبا ثلاثة أرباع سميد لربع طحين عادي، وبنزيد عليه كمون، بنزيد رشة، بنزيد عليه شومر كمان رشة، بنزيد عليه بابريكا رشة، بنزيد عليه هيك كم من بهارات، بس هدول الثلاث، وبطلع بنعجنها بنظبطها، بعدين بنرقها، بنحط طبعا خميرة، بنعجن وبنرقها لما تصير تقريبا سنتي، اوكي، بنقص هدول الاشياء عشان تقصهم هيك دائرية، بتستعمل كاس او مش كاس او اشي مدور، بتسوي هيك بتقصه بزبط معك، بتقصه وبتحطه، بتحطها تخمر على بشكير شوي مبلول، خلينا نحكي، بتزت عليه شوية سميد عشان ما يلزقش، تخليه خلينا نحكي ساعة ساعتين. بعد ما هذا الكلام يصير بدنا ناخذ مقلى، ولكن بدنا مقلى يا سيدي العزيز، هيك صار ايدي مليانات لوحدة. مقلى مع غطاء ازاز، مقلى مع غطاء ازاز، حط المقلى هون، اوكي، فهمت. هاي نضوي المقلى شوي هيك، النار خلينا نحكي حامية متوسطة، زدت جوا هذا الاشي لحسة زيت زيتون، لحسة فقط، خليه يحمى شوي. بعد ما يحمى شوي بدنا نحط فيه الخبز، من كل شقة 3 4 دقائق 5 دقائق، مع الغطا الإزاز، هذا مهم، عشان الغطا الإزاز بخلي العجين تضلها هيك شوي، خلينا نحكي هوائية، بتشتغل كم من دقيقة عندنا بالنسبة للغيمة؟ ضل ضايل، دقيقتين للغيمة، وإن شاء الله تزبط معنا، إن شاء الله، خلينا نشوف شو بيصير. شو ضل كمان عندنا؟ خلينا نعمل الطحينية. هلا في عندنا نوعين طحينية، في عندنا الطحينية العادية اللي بتكون طحينية بيضة، وفي عندنا طحينية من طحينية كسحة، خلينا نحكي طحينية سودا بتيجي. فاليوم بدنا ناكل الشاورما مع طحينية سودا، مش مع طحينية بيضاء. بدنا نحط معه مخلل، بدنا نحط معه شوية بصل مع سماق وشطة فقط لا غير. الشاورما، لأنه أصلا هي كل ال كل ال البهارات وهذا كفاية، حمت الزيت، خلينا نرمي الخبز. هاي بدنا نجرب مع خبزتين، او خلينا نجرب 3 خبزات. يا فريق الثاني اعطينا كمان خبز. شكرا جزيلا. 3 خبزات نسكر عليهم 5 دقائق. خبز بطبوط، بعرفش قديش صار عم نحكي. اوكي، بدنا نقص البصل هيك، راح نروح نشوف البيضة هلا شو صار فيها. البيضة بنغيمة، إذا زبطت صراحة بتكون جميلة،
إذا ما زبطت لا حول ولا قوة. أوكي، أنا مش كتير شاطر بقص البصل لأنه بدمع كتير وهيك، فما تفكروا إني زعلان، مش زعلان أبدا، ولكن هنا نشوف شو صار بالبيضة. اوكي ممكن تمام، ممكن تمام، خلينا نخليها 15 ثانية سيارة. بعدين نقص هذا البصل، هذا البصل، هذا البصل لي. اوكي هلا بدناش نقص كثير بصل، بلاش ما ناخذ من وقتكم كثير. نحط البصل، نحطه هون او هون هون. هنا نروح للبيضة، بلاش ما تضحك علينا البيضة. وهي الهيمة، الهيمة طالعة من ال من شو بتسميه، بدنا نحط لها الهيمة صحن أبيض، صحن أبيض بيضة، هيمة بيضة على صحن أبيض كالفنان. نقص البوز، نقص البوز بالمقص هيك. اوكي وبعدين في عملية، يعني هلا ببين معنا اذا الوضع حلو او مش حلو او زبط او ما زبط. الدقيم هاي عشان تقدروا تشوفوا من هون، ان شاء الله يكون ضبط الوضع، ولكن ما يعني ما في عندي القدرة اني اقول لكم انا متأكد انه راح يزبط. انا ممكن بحكي كثير وانا عم بعمل بإشي مهم، لأنه هذا ممكن إشي بيساعدني إنه أكون مركز، مركز في فتح هذه البيضة المهيمنة البيضة. إن شاء الله يزبط، نتمنى إنه يزبط. شوي 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 الواحد بده يفتح، لا إشي ما يزبط. هلا يعني وضع مش بطال، فكرت راح اقول مش تمام، بس طلعت مش بطال. اوكي الواحد بده ياخذ وقته، بحكي نسيت أول بحكي شيء بده شوية تركيز، نركز ويطلع الغيمة. بتشوفوا كيف هلا الغيمة، الغيمة بتصير تطلع شمس. وهي الغيمة، الغيمة، الغيمة على صحن أبيض، غيمة هاي فقط بيضة واحدة، تصور كل هاي فقط بيضة واحدة، تصور هاي فقط بيضة واحدة غيمة. طعمها أول إشي حلو صراحة، يعني الواحد بدوش يحكي، يعني الواحد يعني بدوش كيف بيحكوا يتحالف حاله، ولكن احكولي مش حلوة، حلوة صراحة حلوة. ممكن تزتوا عليها شوية فلفل، أنا ما أفضل إنه أبيض، أبيض على أبيض، لأنه مرات حلو إنه الحلو نظريا يكون حلو نكهيا، إذا هاي الجملة صح ولا لا، ولكن حطوا لي هاي على الطاولة. والله شكرا. هاي الصحن الثاني جهز، صحن 2 من 6. أوكي نسينا الخبز يا شباب، مش مشكلة، ما صار شيء، ما صار شيء.
هنا نحمي شوي النار. أقول لكم ليش؟ لأنه هاي المقلة كبيرة حجم أمريكي، حتة أكبر من عين الفرن، عين الغاز. أربع عيون هون عندنا، يعني ممكن هذا الفرن أكبر من التخت، عندنا هذا الفرن أكبر من التخت عند الأمريكان. وبتصور إنه بالمستقبل راح الأفران تصير أكبر وأكبر وأكبر. ليش؟ لأنه مع ال قطع قطع في شيء قطع؟ لا اوكي. مع ال كنت عم بحكي انه مع كيف الامريكان بتعاملوا مع الحيوانات ومع الطبيعة ومع الزراعة، ممكن انه الحبش بالمستقبل يكون اكبر واكبر واكبر. فشو بدهم يضطروا يعملوا؟ بدهم يكبروا الفرن، يصير الفرن اكبر واكبر واكبر، يصيروا يبيعوا افران اغلى واغلى واغلى. هذه هي النظرية، النظرية الحبشية. حبشية هذا بصل بنزيد عليه شوية سماك. السماك صار اليوم موجود وين ما كان. اليوم رحت على السوبر ماركت شريت سماك من نيويورك، عادي عادي في سماك وين ما كان. مش حدا يقول لي اه السماك والله من عندي من باب هذا، وين ما كان في سماك. ممكن من عندك من باب الدار وبعرفش ايش اذكى صحيح، ولكن يعني اللي مش ساكن باب بيتك كيف بده يجيب السماك الزاكي؟ ما بتزبط معه. هي حطينا شوية سماك على البصل هذا للشاورما، هذا للشاورما. نخلط بالإيدين، ما تستحوا يعني، الواحد نخلط بإيديه، خصوصا السلطة ما بتنخلط أحسن من الخلطة اليدوية، اليدوية وليست الإلكترونية. أوكي هي هيك خلطنا. بتصور ما بلزم نزيد ما بلزم نزيد سمك. خليني بس أغسل. نعم أوكي. هيك احنا خلصنا سلطة البصل، هاي بدنا نحطها هون. أوكي هذا بدنا نشيله عشان اكل هذا الشيء. هذا السماك حطيناه على شقة. في عنا شطة برضه لهذا، في عنا الطحنية السوداء للشاورما، وفي عنا المخلل للشاورما. مخلل، طحنية سوداء، شطة، بصل وسماك، هذا للشاورما. ممكن نعمل أول ساندوش هلا هلا. ولكن علينا صحنين لسه، ثلاث صحون، ونسينا السلطة لسه. تصور هلا علينا بدنا ناخذ، خلينا نحكي الاسبرغس. بدنا ناخذ الاسبرغس، هي استوى ما شاء الله. بدنا نجيب له صحن اول اشي. اوكي هاي جبنا له صحن صغير، دائما صحون صغيره للمزه. المزه دائما بتتاكل مع صحون صغيره. انا عندي بالمطبخ بكون في ملقط عشان اخذ الاشي من هون، ولكن هون هذا المطبخ لا يوجد ملقط. فبدنا ندبر حالنا اللي موجود. ناخذ معلقتين مثلا. يا سلام، طبعا انا مش راح ادوق واحكي لكم شو زاكي ومش زاكي، ما بعرف اعمل هاي الحركة. فكل واحد اللي بده يجرب بجرب ببيته وبدوق لحاله، واذا بدكم تبعتوا لي تقولوا لي زاكي مش زاكي كمان مزبوط. لكن اذا انتم مثلا نقيتوا اسبرغس اصلا مش ذاكي، انا ما يعني مش وصفتي اللي راح تكون المشكله، ولكن نوعيه الاسبرغس. بدنا هلا نخليه يبرد شوي عشان نقدر نمسكه. هيك نعملنا قبل ما يبرد. بدي اجيب، بدنا نبشر عليه شويه بارميزان وشويه ليمون وشويه زيت زيتون. ليمون، بارميزان، زيت زيتون،
هذه كثير 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 طيبة، كثير زاكية. إيش في كمان مفردات؟ بما إنه إحنا ببرنامج مفردات، إيش في مفردات لكلمة طيب أو زاكي؟ ما بعرف، لازم تسألوا حدا بفهم باللغة العربية. في عندنا حدا هون بفهم ولكن مش مركزة معنا، خليه يبرد شوي. خلينا نشوف صار بالخبز. حلو حلو حلو، اوبا لسه كتير، مش ممكن اتعامل معه، ما بده يعني اتعامل معه الاسبرغس، بدنا فقط لا غير نحطه بطريقة حلوة يعني، بس هذا هو. بلاش يزعل منا الاسبرغس، بس انه نحطه هيك بطريقة جميلة، عشوائية جميلة. عشوائي مرات، ما في عشوائي، ما في عشوائي، فقط في نظام معقد. اي ممكن خليهم هيك، اوكي ممكن خليهم هيك. ما بعرفش اذا المنظر مغري، ولكن ممكن انا اكذب عليكم واحكي لكم بالحقيقة المنظر مغري وانتم تصدقوني. بدنا اول اشي نحط عليه، خلينا نحكي لحسة زيت زيتون. طبعا النحسة بالنسبة لكل ثقافة إنها كمية مختلفة. نحسة زيت زيتون هو كل شيء. سامعين الصوت؟ هذا صوت البريم. ولكن كنت أحكي إنه اللحسة بكل ثقافة إلها معنى مختلف، لأنه مثلا في ثقافات ما في، يعني ما في عندهم كتير زيت زيتون، فبيقدروش يحكوا لحسة زيت زيتون كتير. اي احنا عم نعصر شوية ليمون. ليمون مرات، شوية ليمون هيك، يا سلام. ما في أذكى من الإشي البسيط، الإشي البسيط والحلو. طبعا هاي البشارة، اوكي بدنا نبشر هون شوية بارميزان. يا سلام. اوكي اذا بدكم تقدروا تزتوا بندق، زتوا كمان بندق هيك عليها، اعطوها شوية جمال وشوية قرشة حلوة. وهي مزت العليون، تفضلوا صحتين. ان شاء الله منجوعكم، بدناش نخرب هذا. هي حطوا لي اياها على الطاوله. والله شو ضل علينا؟ الخبز، نسينا الخبز يا زلمه. اوكي برضه بحب احكي لكم انه بهذا المطبخ ما في شفاطه، ما في شفاطه، فاذا طلعت دخنه شوي كثير نظام الحريق يصير بنطلق نظام الحريق، فإن شاء الله ما يصيرش فينا هاي الحركة. ما بعرف ليش في الشفاطة. الشاورما انحرقت، حرقت الشاورما كاملة انحرقت، ولكن استنى. هاي الخبز شايفين كيف؟ نعم يشابه الكماج، ولكن هو مش كماج، هو بطبوط. اسمه بطبوط، اسمه بضحك وحلو وطعمه زاكي وريحته، شومر، شومر كتير، لأنه فيه حبات شومر، حبيبات هيك شومر كتير طيبة. أوكي عبين ما يبرد شوي الخبز، شو رأيكم
نعمل في عندنا هون شو بدنا نسوي؟ بدنا نسوي شغلة إنه بدنا تتذكروا المقدسي، الأرض الشوك المقدسي. قربنا نخلص ها، قربنا نخلص. بس هاي رح تطلع مزة يعني مثل الناس، مزة مثل الناس، بدنا ناخذ شوية زبدة، أوكي؟ الزبدة بدنا نحطها جوا المقلة. ما يعني ما تخافوا تاخذوا شوي زيادة زبدة، لأنه بدنا إياها الزبدة شوي تعطينا شوية بدنا إياها تعطينا شوية بدنا نستعملها للجيراسولي. هاي الجيراسولي المفروض هيو هيك بكون شكله، أوكي؟ وهذا بس يطلع من الغلي بدنا نحطه دغري بالزبدة بالمقلب الزبدة. بس الزبدة يعني هلا هي ما بعرف شايفين، ولكن الزبدة هلا هيك بتكون هيك عم بت شكلها زي ما بعرف زي ايش هيك بتبكبك، خلينا نحكي بتبكبك. الزبدة هلا بتصير لونها هيك شوي حمار او بتتحمص شوي يم بنزيد فيها الجيراسول، وبنصير بعدين نسقيها، بنصير نسقيها بنحط شيء وبنسقيها بالمعلقة نسقي الجيراسول. ماشي، خلينا نحمي شوي النار طول ما انحرقت للأسف، لكن كانت تكون زاكية. الخبز هالبرد شوي لساته شوي سخن، مهم إنه الخبز يبرد أساس الواحد يقدر يتعامل معه، لسه سخن كتير. أوكي، خلينا نستنى. عبين ما نستنى بدنا ناخد الصحن، نستعمل هذا الصحن للجيراسولي. جيراسولي جيروسالم جيراسولي أرض الشوك المقدسي. أوكي، الزبدة صارت هلا شبه تمام، فبدنا نزت فيها الجيراسول، ناخذهم هيك. ايوه، تنعين الصوت، هذا الصوت هو المطلوب. يعني عملية تحمير. بدنا نزت في الزبدة، عندنا مشكلة الدخان. صار معنا مشكلة الدخان، صار يدمر النظام، ولكن طفى شكله. بلاش هلا تيجي لنا الشرطة يحكوا لنا شو، تيجي الشرطة تقول شو عم تعملوا؟ نقول له والله جيروسالم جيراسول. اوكي، هلا بدنا هيك بس نحمر شوي. المشكلة انه ما بنقدر نطفي كامل لان لانه ما بتحمر ولا يعني نخليهم يتحمروا شوي عبين نشوف شو صار بالخبز. أيوه تمام. نبدأ نعمل السندوتشات الشاورما. أوكي أيوه
حلو حلو حلو، اوكي بدنا نحط جوا هذا الساندويتش الصغير، يعني هذا زي شايفين الساندويتش بالنسبه لايدي من هون لهون ممكن 10 سم فقط لا غير، قطر الساندويتش تقريبا 10 سم. بدنا ناخذ شويه حنيه سوداء، ندهن الطريقه هاي داخل الساندويشه. زي ما سامعين في حدا تحت بيستنى فيي قاعد بزمر. بنحط لها شوية بصل نرميه جوا السندويشة، مخلل، شوية شطة، وأخيرا بدنا نحط شوية لحمة. وهيك عنا جاهز الساندويش الشاورما بالطحينة السوداء، بيطلع شكله هيك زي شايفين. ايوه محطوط هون، ممكن هذا هو هيك، هذا السندويش بنحطه هون هيك، نعطيه على طاولة المزة. نزل شو صار من جيرة سورلي. جاهز. السؤال اللي هي جاهز. جرسولي نقدر نزيد عليه شوية مرامية. شوية مرامية. إذا تضغط معنا هيك، صحن الجيروسول اللي جاهز. جاهز، تفضل عصاية معي. هيك احنا بنكون انهينا مهمتنا وعملنا صحون المزة. صحون المزة وهم قاعدين، احنا اسفين للازعاج، ولكن هذا دخان، ما في شفاطه بالمطبخ فعملنا دخان كثير، وصار نظام الحريق يحكي لنا اطلعوا الان من البنايه، وهو بيحكي لنا حتى نظام الحريق صار يحكي صحتين وتفضلوا على المزه، تفضلوا على المزه. المزه هي هون، بعرفش كيف نقدر نفرجيكم اياها، هلا باخذ التلفون.
تفضلوا. كيف نقدر نعمل هيك؟ اوكي. طيب ننزل على هون الهيمنة. هيك سامعيني؟ ممكن تعمل ميوت هون. عندنا هون الغيمة والهليون والستراتشاتيلا في المشمش والجيراسول للجيروسلام والشاورما بالطحين السوداء. شكرا كثير لكم، كانت هاي حلقة رقم 9 من فضاء عدسي لنتل سبيس. أنا يوسف أنستاس، موجود الآن في نيويورك، ولكن لو كنت موجود في بيت لحم كان هذا الوضع كان أحسن وأحسن بتصور. فشكرا كثير لكم لهذه المزة الجميلة، وصحتين للجميع. وإحنا هلا بدنا يعني بدناش نجوعكم، فراح نخلص الحلقة وبعدين نوكل. في كمان شغلة بحب أحكي عشان ننهي، عارف زي إحنا طولنا كتير، ولكن بحب أحكي إنه هاي للحلو في عندكم هاي الشوكولاتة كتير طيبة، هيا جاي من غرب فرنسا، اسمها تومبيت، يعني رعد، عاصفة كتير 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 طيبة، وهي ممكن تكون من ضمن المزة. شكرا جزيلا للجميع، شكرا لبرنامج فضاء عدسي، وصحتين، وإلى اللقاء، يلا باي.